حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد محمد الرفاعي، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس. نرحب بك في نشرة الأخبار ونتحدث كيف أسهم القطاع غير النفطي في زيادة الناتج المحلي. مساء الخير. بالنسبة حق القطاع الغير النفطي، طبعا هو يعتبر من القطاعات المتغيرة، لها قيمة متغيرة. القطاع النفطي يعني كل يوم نشوف احنا تغير في سعر النفط، فمن الصعب ان تعتمد عليه في الناتج المحلي. والحمد لله ان البحرين يعني بدأت مبكرا البحث عن بدائل والتنوع في القطاع الغير النفطي، لذلك التركيز على تنوع المشاريع والسياسات التي تعزز النمو الاقتصادي دون المساس والأثر المالي السلبي على المواطنين. ايضا احنا من جانبنا يكون لنا دور ايجابي في واقع الملموس على المستوى المعيشي للمواطنين، هذا لابد ان يكون في الحسبان. القطاعات اللي نشوفها اليوم فيها نمو كبير، القطاع المالي له نمو كبير، فهذه بعد يعزز العائد المالي للدوله. وايضا مهم عندنا القطاع الصناعات اليوم لابد ان نركز عليها. وايضا يعني بدات البحرين في مشاركه مع عده جهات لتاسيس مصانع بمقدار 2 مليار دولار امريكي، وهذا يعزز النمو الاقتصادي في البحرين. احنا بالنسبه لنا يعني كلجنه ماليه حريصين ان يكون هناك اقتصاد ونمو كبير في البحرين لكي نواكب ما يحدث في الدول المجاوره. نشوف الدول المجاورة الآن الكل يبحث عن تنمية الاقتصاد بطريقة يعني لا يعتمد على النفط بالدرجة الأولى. نعم، إذا لو نتحدث بشكل مفصل عن أهم التشريعات التي يعني يجب أن تكون متوفرة اليوم لتواكب هذا التطور الذي ننشده اليوم من خلال الاقتصاد الوطني. طبعا احنا كلجنة مالية واقتصادية نجتمع مع معالي وزير المالية بشكل دوري، وايضا سمو ولي العهد حريص ويجتمع بالمجلس بشكل اسبوعي يعزز الجانب المالي والاقتصادي للمجلس. فاحنا يعني نعمل كفريق واحد مع مجلس الوزراء لتعزيز هذا الجانب. كل المقترحات والمشاريع اللي قدموها الحكومه ندرسها بالتعاون مع المستشارين ان نكون احنا نصل الى الفائده الفعليه للمواطنين. فهذه يعني راح ان شاء الله يعزز النمو الاقتصادي في البلد باذن الله تعالى. نعم، اذا سعادة السيد محمد الرفاعي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس، شكرا جزيلا لك.